دونك اخوان، السلام عليكم. معكم تاغي عبد اللطيف من قناة افكار تاغي. كنتمنى تكونوا بخير، تكون الامور ديالكم بخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الخدمة في واحد الفيلا كنت خدمتها، وبغيت نشارك معكم الطريقة. كاميرات فاريفوكال نوع 5 ميجا، ماركة ديال داهوة. وبغينا نشاركو يعني معكم الطريقة ديال الخدمة والمميزات وأي حاجة يعني عرفنا في هاد الشونتي هذا. كما كتشوفوا الكاميرا هادي كنا خرجناها من البيت اللي مانستالي في الدي في ار، حيت ما كانش دايز في البرونجمون المرة الأولى، ما كانتش متيرية والخرين متيرين. هادو كانوا متيرين يعني ملي كدوز لانستالاسيون ديال الضو كيتيروا الكابليات ديال الكاميرات. كما كتعرفوا اهم حاجة الاخوان السلامة، السلامة هي اهم حاجة فاش تكون خدام ولا طالع في السلوم، يعني تكون قنبة اللي شاد السلوم للفوق، يكون شي واحد اللي شاد بك السلوم مزيان وبنادم يحضي مع راسو. بالنسبة لهاد الفيلا هادي درنا فيها 7 الكاميرات، هي فيها 3 فاص، كل فاص درنا فيه 2 كاميرات كيشوفوا في بعضياتهم، وكاميرا وحدة درناها في لاكاف. هاد الكاميرا هادي تيرينا ليها 2، واحد برونشينا معاها واحد دخلناه لهاد لاكاف هذا باش نختصروا المسافة، حيت ما بين بروميير ايطاج لاكاف باش دوز كابلي بعيدة، يعني اختاريت الطريقة باش دوز مزيان. بالنسبة لهاد الكاميرا ديال الفاري فوكال اوديو، الا ما كانتش فيها هاد الا، هادي معلومة مهمة، الا ما كانتش هاديك الا راه ما فيهاش الاوديو. هادي راه جربتها في هاد الشونتي اليوم وتأكدت منها. كما كتعرفوا الاخوان، انا كنبغي نشارك كاع المعلومات اللي كنعرف والخبره ديالي وداكشي اللي كان الاحتكاك في الشونتي، وهادي كنبغي نشاركو مع لي جون الشباب باش يخدموا تما يا باش يعرفوا تما المعلومات. المهم حنا دخلنا دابا لهاد البيت هذا، واول حاجه اللي نوصيكم عليها ملي تبغيو تشريو الماتيريال دوزين، ركزوا اليمونطاسيون خاصها تكون تركيا، شي حاجه مزيانه. دي في ار كاتركا، اش كتعني كاتركا؟ يعني كيما التسجيل كيما اللايف، ماشي واحد كتركب ليه اللايف مزيان في الاخر ملي كيدخل التسجيل كيلقى الكاليتي ناقصه. سولي المره الاولى قول لي راه كاين واحد دي في ار اللي هو زيد شويه في الثمن ولكن لا كاليتي ديال التسجيل زوينه. بالنسبه للديسك ديال اللي غدير فيه، من الاحسن يكون 4 تيرا، 4000 جيجا. كما كتشوفوا الكوفري ديالنا كيلصق بربعة البولونات كما كتشوفوا، يعني احنا غنشوفكم من الداخل، شتي من الداخل كيما داير ربعة البولونات باش كيلصق. كن اليمونتي الكاميرات يعني 12 فولت، كنعطيو لي كام ديالنا، كنبرونشي لي بي ان سي. حاولوا ما امكن يعني يكون هذوك الخيوط الوسطاني يكون بعيد على هذوك الشعرات اللي كاينين في الكواكسيات. يعني تالكابلي احسن حاجه يكون كابلي كاليتي مزيانه باش نشوفوا الصوره، يعني ميكونش هذوك كلي بارازيت ودوك سميتو. يعني تالكابلي كيلعب دور، يعني كان كابلي شي كاليتي زوينه كتطلع الصوره مزيانه. جبنا واحد التلفازه صغيره بغينا نجربو بها، يعني هذا راه ميكرو
انا كنجرب فيه دابا هذا الميكرو انترن لي داخل الدار كيسجل الدار لداخل. عاد كاينين دو ميكرو ديال الكاميرات. هاد الكاميرا فيها ميكرو، يعني ملي كندخلو البارامتر ديال الميكرو كندخلو الكاميرا، كنمشيو الاختيار الثاني كنحطو بليس وكنديرو الا درنا اج دي سي في، يعني راه اختارينا الميكرو ديال الكاميرا، ولا درنا لوكال يعني اختارينا ميكرو انتر. كاينين الدراري اللي شارحين هادشي مزيان، انا بالنسبة ليا كنبغي نعطي المعلومات اللي والافكار اللي يقدر يديرهم بنادم، يعني ملي كتعطي الواحد فكرة بانه يقدر يسجل الدار ديالو من الداخل ومن برا كتكون مزيانة وكتكون مقبولة. بالنسبة لهاد الميكرو هذا بغيت نديرو تا هو لداخل، ميكرو صغير وزوان وعندو واحد الثمن ديالو بسيط، الثمن ديالو شي 30 درهم، وهداك البيض الثمن ديالو شي 40 درهم. الكاميرا جفاري فوكال 5 ميجا، الثمن ديالهم كي ما بين 11000 حتى 12500 ولا 600. وكما كتشوفوا معايا انا دابا راه كنجرب في الكاميرات، وكنجربوا الميكروات في التسجيل، وكنجربوا الميكرو في اللايف، كنجربوا الميكرو انترن، كندير واحد بتي فورماسيون للكليان، نشرحوا ليه شي حوايج كيفاش يدخل كيفاش يخرج، وديك الساعة كناخدو رزقنا حلالا طيبا، ونقولوا ليه الله ييسر الامور، الله يعاونك والسلام عليكم. والخوت الله يعاونكم، كنتمنى راكم فدتكم شي حاجه في هذا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك تعليق حفيز اشتراك في القناه. الله يعاونكم، السلام عليكم.